العسكرية الميدانية عفاف، وبالتحديد عن خبر يفيد بأن مصادر إسرائيلية عسكرية تحدثت عن عرض الجيش الإسرائيلي على المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر سيناريو الحرب القادمة في الشمال، ما تضمن أبعاد هذه المعركة على الجبهة الداخلية الإسرائيلية. وتوقع ضباط من الجيش بأن يتم إطلاق مئات الصواريخ يوميا باتجاه الجبهة الداخلية الإسرائيلية، كما ستكون نسبة اعتراض هذه الصواريخ منخفضة مقارنة بالسابق، فيما سيتم إخلاء مئات الآلاف من السكان. ويتوقع المبادرة في قطع التيار الكهربائي بسبب وقف عمل منصات الغاز. أما الآن عفاف، ننتقل إلى الخط الهاتفي، حيث ينضم إلينا دكتور حسن مرهج المختص في شؤون الشرق الأوسط. يسعد صباحك. صباح الخير أمير لك ولعفاف ولجميع المشاهدين. دكتور مرهج، في البداية دعنا نتحدث عن هذه الدلالات، يعني معلومات معينة عرضها الجيش الإسرائيلي على المجلس السياسي والأمني المصغر، ربما قد لا تكون مطمئنة على الصعيد العسكري وأيضا على صعيد الجبهة الداخلية الإسرائيلية. نعم يا أمير، تحسبات الجيش الإسرائيلي هي منذ أكثر من عام تقريبا بالنسبة تحديدا للمنطقة الشمالية والمعركة القادمة من تلك الجهة، تحديدا حيث قامت الجبهة الداخلية في إعطاء تعليمات لكل المستوطنات والقرى المتواجدة على الشريط الحدودي مع لبنان، وكانت يعني سيناريوهات واضحة جدا وتنبث بعد الأفلام الوثائقية التي أظهرت يعني الكم الكبير من الصواريخ التي ممكن تطال إسرائيل على جميع مساحتها وليس تحديدا فقط في المنطقة الشمالية. الحديث عن إخلاء مواطنين أيضا هذا حصل في التعليمات التي قدمت لبعض القرى الحدودية والمستوطنات بأن الإخلاء هو تخوف من دخول حزب الله إلى داخل الشروط الحدودية والاستيلاء على بعض القرى، ولربما تكون هناك رهائن أيضا. فتحسبا لهذا الموضوع يعني تم إعطاء التعليمات في إخلاء تلك المناطق لكي لا يقع رهائن في أيدي حزب الله. الجيش الإسرائيلي اليوم وبعد التجربة خاضها حزب الله 7 سنوات في الحرب في سوريا، يعني يعطي تقديرات عن حزب الله بأنه أصبح جيشا وليس وجيشا قويا ذات خبرة وتجربة في المنطقة، والحرب معه تختلف ما كان عليه في عامي 2006 و2000. ومرحلة 2000 لغاية 2000 عندما خرج من لبنان، وبعد ذلك ب 2006 المواجهة الثانية التي كانت مع حزب الله. فأعتقد أن كل هذه السيناريوهات التي يطرحها هي واقع جديد ويعني واقعي بنفس الوقت على الأرض، والمعركة القادمة سوف تكون معركة كبيرة جدا ذات خسائر، يعني ليست فقط في البنية التحتية أو إلا كمان ممكن تكون في الأرواح، والخسائر سوف تكون كبيرة. نعم، يعني دكتور، من كل هذه التحليلات والقراءات يعني لهذه التصريحات ومن الأمور اللي حضرتك تفضلت فيها، هل ممكن القول بأن المستوى العسكري الإسرائيلي لم يستخلص العبر من المعارك أو المواجهات السابقة؟ نعم، يعني اليوم هناك مشكلة لدى القيادة العسكرية الإسرائيلية، يعني منذ بعد خوض المعارك التي خاضها في الجبهتين الجنوبية والشمالية، يعني الهيبة العسكرية يعني نزلت كثيرا عند حتى في الجيش نفسه وفي قيادته وفي لدى الشعب. يعني احنا اليوم نسمع كثيرا عن الأحداث التي تحصل في هذا الجيش، والعقائد العقيدة العسكرية اللي هي ليست عقيدة حرب لدى الجنود الإسرائيليين. يعني احنا رأينا في مواجهة مع غزة ما حصل في 2014 وقبل ذلك في 2012، لم يكن هناك انتصار إلى جيش الذي لا يقهر مقابل يعني أسلحة بدائية كانت موجودة لدى حماس.
وفي معركة 2006 كانت المهزلة الكبرى بالنسبة للجيش الإسرائيلي، وخسر ذلك المعركة حيث أنه تواجد في منطقة حوالي 20 عام، يعني المفروض أنه يعرفها بكل مليمتر بمنطقة بنت جبيل، وخلال 37 يوم لم يستطيع دخول تلك المنطقة صحيح حتى طلب صحيح وقف إطلاق النار. فيعني هيبة الجيش وقوة الردع العسكرية الإسرائيلية انخفضت جدا. القوة الوحيدة التي يمتلكها هي سلاح الطيران، وهذا لا يحقق النصر، ربما يؤخر ولكن لا يحقق النصر. بالتالي النصر هو لمن متواجد على الأرض، واليوم الأسلحة المتطورة المتواجدة لدى المقاومة أعتقد أنه حتى القبة الحديدية، ورأينا ذلك قبل أسبوع تقريبا، لم تستطيع يعني الوقوف أمام الصواريخ الآتية من المنطقة الشمالية، وذلك حصل في الجولان حيث أنه كان هناك إطلاق صاروخين الذين سقطوا في بحيرة طبرية، والقبة الحديدية لم تستطيع إيقاف هذه الصواريخ. فالسيناريو القادم هو سيناريو صعب جدا للجميع طبعا، وللفريقين كان بالجانب اللبناني أو بالجانب الإسرائيلي، وهذا ما يعني أيضا تسرع إليه إسرائيل للاتفاق مع سوريا، أنه إعادة نعم الاتفاق من عام 74 لكي الجبهة لا تمتد من رأس النافورة وحتى جنوب هضبة الجولان، لأنه نعم الجبهة سوف تكون كبيرة جدا، ما لم يرد عليه لحد الآن الجانب السوري اللي أصبح مسيطر على كل الحدود، يعني نعم دكتور الحدود الإسرائيلية المتواجدة حاليا في جولان المحتل، والسورية من شبعة حتى حوض اليرموك أو الحدود مع الأردن. يعني الحلقة كبيرة جدا والمسافة كبيرة جدا، ولا أعتقد أنه يعني هناك جهوزية لدى الجيش الإسرائيلي رغم كل الاستعدادات التي يعلن عنها لمثل هذه نعم المواجهة، دكتور، حيث يعني كما بالسابق نستطيع لم القول يثبت أنه نفسه. كل ما يصدر إلى الإعلام على الجانبين، إن كان في لبنان من المقاومة وأيضا في إسرائيل من الجيش الإسرائيلي، هو يندرج تحت إطار الحرب النفسية والإعلامية بالتحديد. شكرا جزيلا دكتور حسن مرهج، المختص في شؤون الشرق الأوسط، على هذه المداخلة.